انا اديت اعتراضي بطريقه يعني علنيه على حاجات كتير حصلت، لكن في الاخر انا قاعد بره، فما اقدرش ان انا كمان ان انا ازق الناس انها تعمل حاجه وانا قاعد بره مستريح. كلنا نفسنا نعيش اطول فتره ممكن، بس لو افترضنا انك عشت ل 90 و100 سنه. برنامج جديد هو اكثر جديه، هو في تاتش كوميدي بسيط جدا يعني، لكن هو الهدف منه مش الكوميديا ولا السخريه، بس الهدف منه ان هو نوع من التوعيه اكتر، وان هو يقدر يشجع الناس على البحث والتعليم على الاعداد اليوميه بتاعتهم. بس انا الاقي ان العالم العربي بيعاني من دلوقتي من مشكله صحيه كبيره جدا في موضوع الامراض المزمنه، وانا شايف النظام ده هو ممكن يساعد. يا استاذ تسيبني في جروب يوعد هنا، هو ايه اللي بيحصل؟